السلام عليكم. روي في كتاب طب الأئمة عليهم السلام عن أبي بصير قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام وجع السرة، فقال له: اذهب فضع يدك على الموضع الذي تشتكي وقل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، صدق الله العلي العظيم. تقرأ ثلاثا فإنك تعافى بإذن الله. روي في كتاب ثواب الأعمال عن الإمام الرضا عليه السلام قال: المرض للمؤمن تطهير ورحمة، وللكافر تعذيب ولعنة، وإن المرض لا يزال بالمؤمن حتى لا يكون عليه ذنب. روي في كتاب المصباح للكفعمي أنه من كتب سورة القصص وعلقها على عبد أمن عليه من الهرب والخيانة، وكذا إذا علقت على وجع الكبد والبطن والمطحول، ومن شربها بماء المطر نفعته من جميع الأسقام. ورد في كتاب المحاسن عن الإمام الصادق عليه السلام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في مصلاه، إذ جاءه رجل يقال له عبد الله بن التيهان من الأنصار، فقال: يا رسول الله، إني لأجلس إليك كثيرا وأسمع منك كثيرا، فما يرق قلبي وما تسرع دمعتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا ابن التيهان، عليك بالعدس فكله، فإنه يرق القلب ويسرع الدمع، وقد بارك عليه 70 نبيا. روي في كتاب عيون الحكم والمواعظ عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: ليس للأجسام نجاة من الأسقام. حياكم الله.